دائما نسمع بجمال لبنان، وفي مدن كثار جميلة في لبنان، لكن هاي المدينة أجمل. أهلا وسهلا فيكم في مدينة البترون، واحدة من أجمل المدن السياحية وأقدم المدن السياحية في لبنان. مدينة البترون ما لها مثيل في لبنان، مش جونيا ولا جبيل، هاي المدينة مختلفة كليا ببيوتها القديمة وبطرازها القديم اللي جذب آلاف السياح. وهاي المدينة تعد بيت المغترب وأكثر مدينة جذبا للسياح الأجانب، وتصدرت عاصمة السياحة الأولى في لبنان. انطونا لايك واشتركوا بالقناة ويلا نتعرف على المدينة. هاي الكنيسة واحدة من أهم المعالم السياحية في مدينة البترون، من أكبر الكنائس في لبنان، وهي أقدم كنيسة في لبنان. ليكو التصميم، يا الله التصميم كيف عمره آلاف السنين هذا التصميم. من هون تبدأ الأسواق القديمة، طلعوا مع الجمال، كل حارات ضيقة وهيك. طلع من المحلات حسيت حالي صرت بباب الحارة. ليكو المحلات كيف كلها محلات قديمة، المباني كيف ليكو كلها قديمة المحلات، لكن داخلها كلها ماركات عالمية وأشياء ثمينة وجميلة. هون وسط مدينة البترون طلعم، هون هاي أكبر شجرة مدينة البترون طلعم، هون كلها مطاعم أهاوي واستراحات، طلعم هون كلها سياح. هون وسط مدينة البترون المنازل كلها جميلة هيك، كلها تصميم قديم لكن داخلها كله جميل، الشوارع جميلة كلها شقق، يمكن اير بي ان بي او فنادق. يعني هون بس فتت هذا المكان تحس حالك رجعت لورا الف سنة. طلعم كيف المباني، كيف الحجر كله مرمم، يعني يمكن كل شيء 20 سنة يرممونه ويزبطونه على 100%. عن جد المدينة جميلة وبعدها محافظة على طرازها القديم. هون عدنا موتوسيكلات اللي حب يستأجرهم، الساعة ب200,000 وفيها وكمان الصغار 200,000 ما يقارب 7 دولار. هون كمان في توك توك، كلها توك توكات هيك تاخذك برحلة تبرمك كل المدينة. وفي نوع تاني سيارات ما اعرف شو اسمه مثل هاي كمان تطلع فيها تروح برحلة. هون الميناء، ميناء مدينة البترون، كمان الميناء كبير وجميل. هون يوميا بالميناء في حفلة بالليل، يجيبوا فنانين يهزون كل شيء من إضاءة من تصوير. لكو هاي المحلات الخشبية، هاي كلها محلات يعني أكل شرب، يبيعون أشياء هيك جميلة للسياح. هاي صايرة على الميناء لأنه يوميا بالليل يصير مهرجانات وحفل على الميناء. مكان صاير على الميناء مثل المنارة هيك، تطلع لفوق تشوف كل المدينة. هون عدنا سور مدينة البترون، هذا بيوم من الأيام كان سور يحمي المدينة. طلعوا فعلا سور ضخم. طبعا هذا مش الشاطئ، هون صاير هذا مثل الشاطئ الصخر، شاطئ في شاطئ فينا نسبح فيه مجاني هنيك. هلأ نروح هون، المكان جدا جميل إذا بدك تقعد وقدامك البحر تنزل تسبح تحط أغراضك، المكان جدا جدا جميل. هون عدنا شاطئ مدينة البترون، الشاطئ كبير ومقبول وجميل، لكن الشاطئ مش رمل،
صاير مثل الحصى، حصى ناعم، لكن رغم انه حصى جميل وفي اقبال من السياح وفي كمية عالم كبيرة يعني على الشاطئ، بس هاي المدينة بدنا نعرف شيء، هاي المدينة اكثرية اللي يقصدوها هم السياح الاجانب. عن جد الأجواء جدا كانت جميلة على الشاطئ، ولبنان فيها أماكن جدا جدا جميلة. طلعوا هون الجمال، اعطوني رأيكم، هيك الجمال كله هيك حارات هيك، يعني تنطيك شعور جميل. وهي كانت رحلتنا بمدينة البترون، إن شاء الله يكون استمتعتوا بالرحلة واستفدتوا من هاول المعلومات اللي قدمناها. وأنا أنصح بزيارة مدينة البترون، وأي شخص حاب يزور المدينة يستمتع بنهاره ويقضي النهار كامل، لأنه بالليل راح يكون الأجواء أجمل من بالنهار، يكون في حفل ومهرجانات وأجواء جدا جميلة. هذا بنهاية حلقتنا، انطونا لايك واشتركوا بالقناة، وسلام.